في محافظة نينوى تحديدا في ناحية ربيعة، حيث التهمت الحرائق قرية العويسية وقرية الجفال وتسببت بحالات وفاة بصفوف المزارعين، حيث امتدت مساحة الحريق إلى أكثر من 10 كيلومترات لتصل إلى البيوت والسيارات. هذه اللقطات التي ستشاهدونها الآن هي لقطات من قرية أبو وشة في ناحية ربيعة. يلا يلا اخواني يلا يلا اخواني يلا الله اكبر. شغل ابو شغل. يلا اخواني يلا يلا الله اكبر. والله حضير كلته هذه كلته هذه. خليه يزق شوي خليه يزق شوي. هوا عالي هوا عالي. يا الله يا الله يا الله سترك يا الله بردن وسلاما يا الله.